السلام عليكم، كديري لاباس؟ حياتكم بخير. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم في افضل الاحوال وبصحه جيده ان شاء الله. معكم غيتا من قناه غيتا ايدياز. مرحبا بكم في وصفه جديده من وصفات الاعتناء بالجمال. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عباره عن بخاخ معطر للجسم او للبادي سبراي ببودره الذهب وكذلك رائحه العود. بقاو معايا باش نشوفوا طريقه تحضير الوصفه ديالنا. نبداو على بركه الله في انيه معقمه كيف العاده. عندي هنا 10 غرام من زيت الخروع المهدرج. غادي نضيف له 10 غرام من زيت العطري ديال العود القماري. تقدروا ديروا اي زيت عطري كيناسبكم. هنا غادي نقوم بتحريك الخليطين حتى يذوب لنا زيت الخروع المهدرج. زيت الخروع المهدرج هو سهل الذوبان. في حاله بغيتوا تسهلوا عليكم الذوبان ديالو تقدروا تاخذوا واحد الانيه وديروا فيها الماء الساخن وتحطوا هاد الانيه اللي فيها زيت الخروع المهدرج والزيت العطري فوق منها وتبقاو تحركوا حتى كيذوب لكم. وفي هذه الحاله كيذوب لكم بسهوله وبسرعه. ودابا بعد ما داب لينا زيت الخروع المهدرج والزيت العطري كيف ما كتلاحظوا، دابا ان شاء الله غادي نقوم باضافه 8 غرام البروبولين غليكول. انا كنضيف وانا كنقوم بتحريك الخليط ديالي. غادي نضيف كذلك 100 غرام من الكحول 96 درجه. انا كنضيف وانا كنحرك الخليط باش كيتمزج لنا كاع المكونات. وفي الاخير غادي نقوم باضافه الماء المقطر 122 غرام من الماء المقطر المعقم، يعني اللي كنكونوا مغليينه وكنخليوه حتى كيبرد عاد كنستعملوه. كنحرك الخليط ديالي مزيان باش كيتمزج لينا مزيان. في الاخير غادي نستعمل 1.5 غرام من الماده الحافظه. انا استعملت الفينوكسي ايثانول، واحسن ماده حافظه للاستعمال في البادي سبراي او البادي ميست هي الفينوكسي ايثانول، حقاش فيها واحد النسبه ديال الكحول وبالتالي كتعتبر مثبت للعطور. غادي نتابع التحريك ديال المواد ديالي حتى كتنسجم لنا الماده الحافظه مع باقي المكونات. وفي اخر الوصفه غادي نقوم باضافه القليل من بودره الذهب. هذه كتبقى اختياريه، يعني الا كانت تستعملوها ما كانتش بلاش منها تقدروا كذلك تستعملوا الوان مائيه. انا ضفت بودره الذهب باش ملي كنقومو برش المعطر ديالنا كيترك لينا في البشره ديالنا واحد اللمعه ذهبيه. وكيف ما كتلاحظوا هذا هو السبراي ديالنا بعد اضافه بودره الذهب. كيجي اللون ديالو رائع. هنا ان شاء الله ما بقى لي الا نملا العبوات ديالي. وبقاو معايا باش نقول لكم واحد المعلومه مهمه جدا في تصنيع البادي ميست. هنا كيف ما كتشوفوا انا غادي نقوم بملء العبوات ديالي اللي اكيد بعد ما عقمتهم. من بعد ما ملأت جميع العبوات اللي عندي دابا غادي نقوم بالغلق ديالهم. ودابا جا الوقت باش نقول لكم المعلومه اللي قلت لكم عليها في السابق. من بعد ما كنكونوا سالينا يعني كملنا التحضير ديال هذا البادي ميست او البادي سبراي او بخاخ معطر للجسم، غادي نقوموا بالوضع ديالو في المجمد ماشي الثلاجه لمده لا تقل عن 10 ساعات. علاش؟ لان ديك البروده اللي كاينه في المجمد كتثبت لنا العطور في البادي ميست او البادي سبراي، ومن بعد كنقدروا نخرجوه من المجمد ونستعملوه. وصلنا لنهايه الحلقه ديال اليوم. كنتمنى هذه الوصفه وصفه البادي سبراي او البادي ميست او بخاخ معطر للجسم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. كنتمنى انكم تستعملوه كمنتوج تجاري ويجيب ربي تيسير. شكرا لكم، شكرا على الدعم ديالكم. كنضرب لكم ان شاء الله موعد في وصفه قادمه من وصفات الاعتناء بالجمال وكذلك من سلسله تصنيع الباخور من البيت. وكيف العاده الى عجبكم الفيديو ما تنساوش انكم تبارطاجوه مع الاصدقاء ديالكم، تخليوا لي لايك وتعليق، وكذلك اللي مازال ما اشتركش في القناه يشارك. شكرا لكم والى اللقاء ورمضان مبارك.